يعطيكم ألف عافية. وصفتنا لليوم رح تكون بسبوسة الشوكولاتة. طبعا الحلو في البسبوسة إنه ممكن نعملها على نكهات مثل بسبوسة السينابون اللي عملناها قبل هالمرة، إن شاء الله رح أحط لكم رابطها أسفل الفيديو، بس هالمرة تابعوا معي بسبوسة الشوكولاتة. طبعا ما تتخيلوا طعمها، جدا غني بالشوكولاتة وأكثر من رائعة. تعال نشوف طريقة العمل. في البداية هون رح نحتاج لثلاث حبات من البيض. طبعا عندنا البيض بده يكون بدرجة حرارة الغرفة. رح نحتاج كمان لمعلقة صغيرة من الفانيلا، أنا هون استخدمت السائلة، ممكن تستخدم البودرة. رح نحتاج لنص كاس من السكر. هلا هون رح أخفق البيض مع السكر حتى يفتح معنا البيض شوي. هلا هون رح ننزل السميد. طبعا رح نحتاج لكاس من السميد. السميد اللي استخدمته هون أنا الخشن الخاص في البسبوسة، ممكن تستخدم السميد الوسط. رح نحتاج كمان لكاس من الزيت النباتي، بالإضافة لعلبة من القشطة. طبعا هون وزن العلبة عندي 170 جرام. رح نحتاج لثلاث ملاعق كبار من الكاكاو البودرة، طبعا الكاكاو المر، مع معلقة كبيرة من البيكنج باودر. ما تنسوا آخر إشي رشة الملح. هلا هون رح نخفق المكونات مع بعض حتى تتجانس. تقريبا هون عندي مدة الخفق دقيقتين. بالنسبة للكاكاو يعادل نص كاس، أنا هون حطيت لثلاث ملاعق كبار. وانتبهوا لازم الكاكاو عنا يكون مر، في حال استخدمتوا الكاكاو المحلى قللوا من نسبة السكر. هيك عندي الخليط صار جاهز. بالنسبة للصينية اللي أنا استخدمتها، استخدمت البايركس الحجم الوسط، رح أدهنه في السمنة. ممكن تستخدموا الزيت النباتي أو ممكن تستخدموا الطحينية زي ما بدكم. هلا هون رح أدهن الصينية في السمنة وأنزل الخليط. طبعا هي عندي كثافة الخليط. هلا هون رح أرتب الوجه شوي حتى تكون عندي متساوية، وحاولوا إنكو تهزوا الصينية شوي. هيك عندي البسبوسة صارت جاهزة. هلا هون رح أدخلها الفرن. بالنسبة للفرن رح يكون على درجة حرارة 180 من تحت. لما نشوف الأطراف عندنا شوية تحمرت بنشغل الفرن من فوق. هلا هون رح نحضر للصوص اللي رح نشرب فيه البسبوسة. رح نحتاج لكاس من الحليب الدافي، طبعا واصل لدرجة الغليان، ورح أحط معه ثلاث ملاعق كبار من حليب النسلة مع معلقتين كبار من الكاكاو. هلا هون رح أخلطهم وأرجع أخلطهم على خلاط الكوكتيل حتى ينعم مع الخليط كثير منيح. في حال ممكن إنكو تغلوه غلوة على الغاز حتى يذوب معكم الكاكاو، أو ممكن تعملوا مثل ما عملت أنا، خلطته على خلاط الكوكتيل. هون هلا بشرب البسبوسة. طبعا هيك عندي بعد ما طلعت من الفرن تقريبا أخذت مني نص ساعة أكثر شوي، بيعتمد على فرنك. عنا هون البسبوسة ساخنة والصوص الشوكولاتة بيكون عنا شوي بارد. هلا هون رح نحضر للصوص الشوكولاتة، رح نزين فيه الوجه. رح نحتاج لنص كاس من الحليب السائل، ونص كاس من الكاكاو البودرة، ونص كاس من السكر. هلا هون أنا رح أخفقهم وأنزل عليهم الزيت النباتي، تقريبا استخدمت نص كاس. هيك عنا الصوص الشوكولاتة صار جاهز. طبعا هذا الصوص ممكن نزينه فيه أي كيكة بدكم إياه. ان شاء الله رح احضر معكم بوست خاص في صوص الشوكولاتة، اكثر من نوع يعني، خاص لتزيين الكيك او البسبوسة، وصوص ثاني خاص للدونات والحلويات الثانية. هلا هيك بعد ما دهنت الوجه بالصوص رح ازينه في الفستق الحلبي. في حال ما بدكم تستخدموا صوص الشوكولاتة ممكن تزينوه في النوتيلا وجه البسبوسة، او ممكن ترشوا عليه كاكاو بودرة زي ما بدكم. رح ادخلها شوي الثلاجة تقريبا نص ساعة، وبعدها رح اقطعها. هلا هون رح اقطعها معكم. ما تتخيلوا هشاشتها، يعني بجد رائعة. بسبوسة جدا غنية بنكهة الشوكولاتة، حتى بتحسوها مثل الكيك، يعني
في حال مش متوافر عندكم الطحين وبدكم تعملوا اشي على نكهة الشوكولاتة، انا بنصحكم في الوصفة. ان شاء الله انه الوصفة عجبتكم. هيك عنا الوصفة خلصت، بتمنى انها عجبتكم، بتمنى انه الفيديو عجبكم. اذا عجبكم ما تنسوا اللايك للفيديو والاشتراك بقناتي، ويعطيكم الف عافية.